السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الرياضة العراقية حاضر باهت ومستقبل غامض. مشاهدينا الكرام، تعد الرياضة في العراق بعد 2003 هي الوسيلة الوحيدة التي تدخل البهجة لقلوب العراقيين وتشعرهم بالفرح والسعادة في وقت سادت السوداوية والإحباط العراق بسبب حكومات متعاقبة أثبتت فشلها وفسادها ودمرت كل ما هو جميل في بلد الحضارات. كما تعد كرة القدم بالأخص هي الرياضة المحببة لمعظم العراقيين، وهي أصبحت لغة عالمية يتحدثها الكثير من سكان الكرة الأرضية. ولطالما كان العراق رائدا على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط في رياضة كرة القدم قبل عام 2003 وحتى بعد الاحتلال في بعض المراحل، بسبب إصرار الرياضيين وخلفهم العراقيون على القتال حتى وإن كانت هناك معوقات وصعوبات في طريقهم والمتمثلة بالوضع المأساوي الذي يعيشه البلد بفضل من يحكمه. ولكي لا نظلم بقية الرياضات والرياضيين، فإن جميع القطاعات الرياضية في العراق تعاني من الإهمال المفضوح والفشل الذريع، وهو أمر لا يلام عليه الرياضي بل تتحمل مسؤوليته الجهات الراعية للرياضة والشباب. كيف تقيمون مشاهدينا الكرام وضع وحال الرياضة في العراق بعد عام 2003؟ وما هي نظرتكم المستقبلية للرياضة العراقية في ظل الوضع القائم؟ مشاهدينا، دعونا نتابع هذا التقرير الجرافيك الذي يبين بعض المشاكل التي تعاني منها الرياضة في العراق ثم نعود. طبعا مشاكل كثيرة تعاني منها الرياضة في العراق مشاهدينا الكرام. سنعرض لحضراتكم بعد قليل آراء بعض المواطنين العراقيين من الداخل، وهم يصفون حال الرياضة في العراق بعد عام 2003. لكن قبل ذلك، بإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. الموضوع مهم مشاهدينا، ونحن ننظر إلى هذه البطولة الأسطورية التي أقامتها دولة قطر على أرضها، بطولة كأس العالم، هذا التنظيم المبهر، هذه الإمكانيات المتطورة، هذه التكنولوجيا الموجودة في الملاعب، الملاعب التي أنشئت، البنية التحتية التي توفرت لخدمة المشجعين، وكل هذه الأمور التي تعتبر فخر للعرب، لكن أيضا هي تسبب الحزن للعراقيين عندما ينظرون إلى وضع بلدهم الذي يعد ذا إمكانيات اقتصادية كبيرة جدا، ومع هذا بطولة مثل كأس الخليج، بطولة محلية تؤجل 15 عاما من تسحب تنظيمها من العراق بسبب عدم جاهزية العراق، بطولة بسيطة ككأس الخليج
ولا نهون طبعا من حجم البطولة، لكن نقصد مقارنة بكأس العالم بهذه البطولة العالمية، انظروا كيف استعدت الدولة مثل قطر، مساحتها الجغرافية صغيرة لكنها قدمت إمكانيات كبيرة جدا. في المقابل العراق بلد إمكانيات اقتصادية كبيرة، والمفروض أنه يكون لديه أيضا باع في هذا المجال، لكن للأسف الشديد بعد الاحتلال وصلنا إلى هذا الوضع المأساوي. نريد رأيكم مشاهدينا، أرجو من حضراتكم أن تشاركوا طبعا عبر الأرقام كما قلنا، وهناك خدمة الواتس أب الموجودة لمن يستطيع الاتصال أو لمن يريد أن يرسل رسالة مكتوبة سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. نزلنا إلى الشارع وسألنا مواطنين عراقيين عن رأيهم بوضع وحال الرياضة في العراق بعد عام 2003، كيف يتابعونها؟ دعونا نستمع بعض الآراء ثم نعود لنكمل الحديث. والله معدومة، يعني بعد سنة 2003 معدومة، واللي عدموها المدربين والأحزاب، اللي عدموها نهائيا يعني طابة بصورة عامة يعني، أو كل الرياضة انعدمت بسبب الأحزاب والفساد الموجود بالرياضة. دعم مادي ماكو، وكذلك نفس الجواب الأول إن المدربين تعبانين، وهم أحزاب، هم الأحزاب، كل الأحزاب. الفساد، لو ماكو فساد كان وصلنا، لأن أنت اليوم شفت ملعب البصرة الدولي ايش قد وسخ، شفت الملاعب ماي كربلة، شفت ملاعبنا ايش قد وسخة وتعبانة، يعني صايرة يعني على بدنا نشوفها بالفيديوهات انه مزبل خانة مثل ما يقولون يعني. والله الكرة العراقية بأسوأ حالاتها من سقط النظام الأسي. فاحنا نقول لوزارة الشباب والرياضة خصوصا اللجنة الأولمبية بأن يسوون شوي يعني مستوى الرياضة شوي أحسن. هسا احنا قاعد نتراجع من سقوط النظام لهسه، حكومات متعاقبة، وزراء ومدري شنو، ولحد الآن كل شيء ماكو تقدم بالرياضة. الفساد، فساد الحكومات هو الذي أصل الرياضة إلى أفسد ما يكون. حتى الرياضة هسه بيها فساد، داخل الأندية فساد موجود. ليش؟ لأن الحكومات فاسدة، فماكو إنسان إجا صالح. يعني هسه اكو كم واحد، اكو بوادر بس ما حد يخليهم، اكو بوادر اصلاح الرياضه بس ما حد يخليهم. والله احنا رياضينا احسن رياضيين تقريبا بالدول العربيه، بس احنا شو رادنا؟ رادنا مدربين، ورادنا يعني يكون نهتم بالرياضي حقيقه. يعني منادي عندنا انديه، عندنا فرق شعبيه، يكون مدرب يجي الفرق الشعبيه ياخذ لواعيب وملابس مثلا، طعام زين، راتب زين، اكل زين، يصير الرياضي جيد جدا. بهذا الوضع ما يستحق طبعا، يعني الوضع الامني مو مستتب، فان شاء الله بالمستقبل القريب ان شاء الله نستضيف ان شاء الله. والله مستواه هابط للنزول، يوم بعد يوم تنزل، كل هذا التخبط بالرياضه العراقيه سبب السياسيين، يعني هاي كلمه راس سطر، كل السياسيين هم سبب دمار الرياضه العراقيه. اما وزير الشباب هسه تحليا، وزير الشباب تعرفه وزير الشباب؟ تدخل مال كوستاريكا، تدخل بشيء بالخليج، يعني هسه حتى شيء يقول لك الخليج راح يصير بشهر الواحد بالعراق بالبصره، ماكو ثقه، ماكو ثقه، اراء. هو فريق كوستاريكا ما خلوه يدخل. المهم الرياضه مستوى هزيل، بنى تحتيه ماكو، دوريات قويه ماكو، ملاعب ماكو، اهتمام باللاعبين ماكو، دوري درجه ثانيه، درجه ثانيه ماكو، اكاديميات متطوره ماكو، وكل هاي وعلاقات، علاقات واسعه هم اللي يخلون. شوف هسه، شوف العالم وين صارت، شوف قطر وين صارت. الحكومات المتزامنه من السقوط لحد الان، ولا العراق كان من ينافس بكاس الخليج؟ من ينافس على مستوى الوطن العربي؟ يعني العرب والخليج، العراق كان دائما يصعد كاس العالم، كاس العالم 86 صعد العراق، وين هسه؟ هسه احكي لك بصراحه ولا تزعل من عندي، اذا صارت كاس الخليج بالبصره، اذا جبنا الخامس زين، العراق اذا جاب الخامس كاس الخليج زين، على الدول اللي تتطور، باع عمان وين صارت؟ باع قطر وين صارت؟ باع السعوديه وين صارت؟ غلبت الارجنتين، هاي تدري شنو هسه العالم كله يصب على السعوديه، السعوديه تغلب الارجنتين اللي ميسي وغيره وغيره، شنو هذا؟ ماكو شيء، ماكو شيء حتى بالاحلام ماكو شيء، هذا شنو هذا؟ تطور ابن عمي، تطور، تطور العالم تتطور. والله اقول لك شغله، بعد مليون سنه من اوصلهم، مليون سنه من اوصلهم، واذا صرنا هم مش راح يصيرون. يعني انت مش شايف الملاعب مالتهم، مش شايف الملعب بي اي بي، مش شايف انت كل كرسي مال الملعب بي بلازما، شنو هذا التطور؟ شنو هاي التكنولوجيا؟ شنو الاهتمام؟ شنو اوف سايد؟ يطلع لك خط احمر، يعني شو الفار؟ وانت عندك فار ما عندك، هو فار ما عندك انت،
هسه هم التسلل بيفار تسلل يطلع لك ليزر احمر يعني اوف سايد، يعني هذا الاوف سايد اللي طبقوه على الارجنتين، يعني مو لعب، مو ماكو اجتهاد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ماكو شيء، ماكو لعب، ماكو حكم ظلم هذا وظلم هذا، تطور عمي تطور، ناس مرتاحه وناس بالها صافي وناس تشتغل صح، تشتغل صح بخدمه هذا الجمهور، واحنا جمهور العراقي ما حد يفرحها غير كره القدم، حتى هاي حرمونه من عند حتى هاي حرمونا من عندها لسان حال مواطن عراقي، وهو لسان حال كثيرين حقيقة، أنه الشيء الوحيد اللي يدخل الفرحة على نفوس العراقيين، واللي صار ب 2007 والجميع طبعا يتذكر بطولة كأس آسيا، كانت لحظة يعني مفرحة في وقت كانت تكثر فيه المشاكل، الدم، الطائفية، الاقتتال وغيرها بفعل هؤلاء السياسيين. كان المتنفس الوحيد للعراقيين هي الرياضة، كرة القدم بالأخص. للأسف من سيء إلى أسوأ كما يقول العراقيون، وإذا هم الدول المحيطة بنا اللي اشتغلت على نفسها وصلت بعد هذه السنين، إحنا متى نصل إلى هذا المستوى؟ متى ممكن أن ننظم بطولة محلية بشكل لائق؟ خليجي، بطولة كأس الخليج كم مرة انسحب تنظيمها من العراق بسبب رداءة التنظيم، بسبب الوضع السياسي المقلق، الوضع الأمني المقلق، بسبب غياب البنية التحتية، بسبب عدم توفير المرافق المهيئة لاستقبال المشجعين، بسبب رداءة الملاعب وسوء التصاميم والمشاكل اللي تعاني منها المنشآت الرياضية، كثير من المشاكل طبعا تعاني منها الرياضة العراقية وتنعكس على الرياض العراقي. بالمقابل هو يريد شيء يقدم له من الدولة حتى يبدع. أين مجال الإبداع للرياض العراقي عندما توجد المحسوبية والفساد والمحاصصة وسرقة مخصصات اللاعبين أو الرياضيين وحرمانهم من المشاركة في البطولات لعدم الجاهزية أو بسبب مشاكل داخلية، وصارت في المسابقات الأولمبية حرم لاعبون رياضيون من المشاركة في البطولات بسبب خلاف ما بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب على المخصصات وغيرها، وحنتطرق لهذا الموضوع إن شاء الله أثناء الحلقة. لكن نستقبل اولا السيد ابو عمر من بغداد. تفضل يا ابو عمر، حياك الله. حياك الله استاذ محمد، وحيا الله قناه الرافدين وجميع الساده المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بك استاذ محمد. استاذ محمد، احنا نعرف انه الروح الرياضيه العراقيه اللي كانت قبل 2003، قبل الحكومات المتعاقبه اللي حكمت العراق من 2003 لحد الان، كانت الروح العراقيه يعني بكافه يعني قطاعات اللوائي، يعني كره القدم او كره السله او المصارعه او التايكوندو، كلها كان يعني عندها امور يعني طموح للشباب العراقي والجيل العراقي. يعني كانت تدعمها وزاره الشباب والرياضه انشاء يعني بناء شباب يعني يعتمد عليه بالانديه يعني مود يلعبون مع دول العالم، مع دول الجوار، كل هاي الامور اللي تخلق روح وطنيه للشعب العراقي وتخلق لهم الفرحه والبهجه للعراقيين جميعا. هاي قبل 2003. اما من بعد 2003 استاذ محمد، انه جميع الحكومات اللي حكمت العراق، خاصه يعني احنا نجي بدور الرياضه، وزاره الشباب والرياضه ما دعمت الشباب العراقي والروح الرياضيه العراقيه اللي هي لازم ان يكون لها دور الحكومه العراقيه وكل الحكومات اللي حكمت من 2003 تدعم وزاره الشباب وزاره طيب الرياضه. ليش برايك يا ابو عمر دينا. ليش برايك يعني اكو حديث انه الفساد دخل على الرياضه ويد الفساد وصلت إلى الجوانب الرياضية، ليش وصل الفساد إلى الرياضة يا أبو عمر؟ أستاذ، لأنه ما طول أكو عندنا وزارات، أصلاً وزارات عندنا موجودة عندنا، فما خدمت بلدها لا وزارة الصحة ولا وزارة التعليم، كل الوزارات، وزارة الشباب والرياضة أيضاً نفس هذه الوزارات اللي يحكموها ناس فاسدين وناس يعني أخذوا روح يعني روح الفرحة من العراقيين، من هاي الشباب اللي قاعد عندنا أكثر من 20 سنة، والشاب العراقي اللي يطمح أن يكون لاعب، أن يكون له مستقبل، أنه يعني يفتخر به بلده وشعبه يفتخرون به، مثل يعني الأجيال اللي مرت عندنا لواعيب القدامى فلاح حسن وعدنان دبجال وأحمد رامي، كل هذول اللواعيب اللي خلقوا يعني أسطورة يعني يتذكرهم التاريخ ويتذكرهم أجيال الشعب العراقي، أجيال يعني ناشئة عندهم
يعني كثيرين يتذكرون. طبعا حتى لا نظلم حتى لا نظلم ايضا الاجيال اللي الرياضيه اللي جاءت بعد 2003 واللي سعت جاهده انه هي تقدم شيء لهذا البلد رغم الامكانيات البسيطه ورغم عدم وجود رعايه واهتمام من قبل المسؤولين، لكن مع هذا يعني والجميع يذكر هذا الموضوع يجب ان نذكره واجب علينا، مثلا 2007 بطولة كأس آسيا والإنجاز التاريخي للعراق بهذه البطولة وبعض البطولات أيضا اللي شارك بها العراق، لكن تبقى المجمل يبقى المجمل أنه مشاركات خجولة، يعني ما عدا كأس آسيا باستثناء هذه البطولة وهذه الطفرة اللي صارت بالرياضة العراقية في وقت حرج، لكن بخلاف ذلك كل المشاركات الرياضية العراقية خجولة لا ترتقي إلى مستوى الطموح. نشوف دول عربية تحصل على ميداليات ذهبية مثلا في الأولمبيات أو غيرها، تحصل على المراكز الأولى في مباريات كرة القدم أو المسابقات، إلا العراق دائما متذيل الترتيب أو يجاهد حتى يوصل إلى مرحلة يعني ممكن تقنع البعض وممكن ما تقنع. ليش؟ يعني ليش ماكو اهتمام بالرياضيين؟ استاذ محمد اكيد هسه ماكو اهتمام، احنا قلت لك قبل 2003 كانت يعني دور اللاعب عندنا يعني كثير من التايكوندو والكرة القدم وكرة السلة كانوا يحصلون على ميداليات ذهبية او برنزية، كانت يعني بانه نقدر نقول مشاركتهم ورفع اسم العراق عاليا. طيب. لانه هذول الشباب ينشئون يعني قدوة للرياضة والروح الرياضية. نعم. لكن هسه انه الروح الرياضية موتتها هاي الحكومة وقلة الروح الرياضية. تمام. شكرا ابو عمر، وصلت الفكرة. أنا أشكرك، شكرا جزيلا. ويانا أبو عمر من مدينة الناصرية، تفضل حياك الله. السيد أبو عمر من الناصرية. السلام عليكم عمي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك؟ الله يحفظك. انا طبعا انا اشكر قناه الرافدين دائما يعني حد يعني سباقه بالحذر دائما والله يا عمي. الله يحفظك يسلمك. طبعا بالنسبه عمي محمد بالنسبه للرياضه هي يا رياضه هم موتوا العراق كله لهو. لا زراعه لا تعليم لا صناعه، يعني تريد رياضه يعني تريد مسلوم بذل خطر. يعني شنو اللي ينقصنا يا ابو عمر؟ شنو اللي ينقصنا؟ يعني ليش ما نصير مثل قطر؟ ليش ما نصير مثل السعوديه؟ ليش ما نطمح في العالم؟ شوف العالم وين تطورت؟ وين تطورت؟ ذولا عمي فاسدين، ذولا فاسدين، ذولا فاسدين، ذولا ذيوله، ذولا ميليشيات كارثه، حطموا شعب العراقي. انت شو تبي بعد محمد عمي؟ نعم نعم. ابو عمر برايك شنو مستقبل شنو مستقبل الرياضه بالعراق اذا استمر الوضع على ما هو عليه بظل حكم هؤلاء؟ بالنسبه طبعا على مستوى الرياضه هي من 2003 هي انتهت زين. ذولا كله يعني ذولا 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 متفقين على دمار العراق والشعب. نعم. منو اللي منعهم يبنون؟ منو اللي منعهم يسوون شيء يقدمون خدمات للعراق؟ شنو اللي منعهم؟ شنو اللي ينقصهم؟ يعني ينقصهم فلوس؟ لو ينقصهم يد بشريه ايد عامله؟ محمد ذولا شنو اللي منعهم؟ شنو اللي منعهم؟ ذولا توابع الدول ايران هاي ايران امريكا اسرائيل ذولا صحيح؟ ذولا شو يدمرون؟ طبعا يدمرون البلاد. نعم. دمروا الشعب، دمروا البلاد، خلوا بالبلاد هم يا محمد. نعم. سيد أبو عمر أنا أشكر حضرتك، كنت معنا من الناصرية. أذكر مشاهدينا الكرام بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا ويانا تتواصلون ويانا عبر الأرقام الموجودة أو عن طريق الرقم المخصص للواتساب، اللي يريد يتصل عن طريقه يتفضل، واللي ما يقدر يرسل لنا رسالة نقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. شنو رأيكم بالرياضة العراقية بعد 2003 وإحنا اليوم بدنا نشوف هذه البطولات الدولية القارية اللي بدها تتنظم على مستويات عالية؟ شنو اللي ينقص العراق؟ شنو اللي يفتقد العراق في سبيل أنه هو يصير مثل هاي الدول؟ ليش إحنا دائما في مصاف الدول المتخلفة؟ ليش مدى نوصل إلى على الأقل المستويات المحيطة بينا؟ شوفوا الأندية العربية، شوفوا المنتخبات العربية، شوفوا التنظيم اللي صار بقطر، شيء مفرح حقيقة. إحنا وين من هذه الإنجازات؟ وين العراق؟ أحمد من مصر تفضل.
السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. بحييك وبحيي القناه والساده المشاهدين الكرام الاعزاء. حياك الله. بالنسبه للشباب والرياضه او لعبه الكره في العراق او في الدول العربيه بتبقى ناس بتحكم البلد تحافظ على تبقى الكره نظيفه وتحافظ على البلد وكده. فبالنسبه للعراق الكره منتخب كوستاريكا رفض دخول الملاعب العراقيه وكان عايز يخش يلعب في البصره رفض عشان الختم الجواز بتاعه ما يتحطش عليه الختم العراقي. ليش هكذا حصل في العراق؟ العراق دوله لا حضاره ولا حضاره البابليين والاشوريين ودوله لا صارت الناس يا احمد تستعر انها تدخل الى العراق، تخاف انها تدخل الى العراق، خاف من الفوضى اللي جت من 2003. يعني امريكا سوت في العراق، احتلت البلد وبلكت لا كلمه ولا هيبتها في المنطقه، وقعد يقولوا النظام البائد والنظام الدكتاتوري، هو كان انضف نظام مسك البلد. بعيدا عن هذه الجزئيه، تعال اليوم نسال انه الى اي مدى وصل العراق لدرجه انه منتخب مثل كوستاريكا يرفض يدخل؟ لماذا يرفض يدخل؟ حتى لا ينختم على جوازه لانه يريد ان يدخل امريكا فيما بعد، وهذه تعتبر من المؤشرات السلبيه انه انت تختم، طبعا بحسب صحفيين رياضيين. هل يعقل لهذه الدرجه العراق اصبح بلد منبوذ بهذه الطريقه اليوم؟ يعني بالنسبه للعراق بقت بلد ترعى الارهاب، يعني بالنسبه لتقدم يا دوله شقيقه احنا منفوز، بس احنا بنقول الناس اللي جابوهم دول لموهم من اللي كان ببيع سبح واللي كان معروف تاريخهم اللي كان بيخون بحارب مع ايران. ما كانش دول ناس جايين ينتموا من البلد، مش جايين يرفعوا البلد ويقولوا لك حريه وباسم الحسين عشان بقى اهلنا الشيعه اصحاب الاهل. بعيدا عن هذه الجوانب حتى لا ندخل بالجوانب الدينيه، انا اتكلم عن الرياضه اليوم. هل تعتقد بان هناك امل للرياضه في العراق في ظل حكم هؤلاء؟ يا باشا المفروض الشعب العراقي لما وظيفه واللي يقوم مش عارف ايه، المفروض الشعب يطلع مره واحده خطب المرزبة ولا ما بالشكوش يكنس هدول السله ولا الزمه الفذه اللي حكمت الارهاب من 2003. طيب لانهم بقى عار على البلد. شكرا احمد. نعم وصلت الفكره، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. مصر دوله امكانياتها الاقتصاديه اقل من الامكانيات اللي يمتلكها العراق، مع هذا انظروا الى الرياضه في مصر، مبدعون في مجالات كثيره، كانت على مستوى الأولمبياد، إن كانت على مستوى كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، حتى السكواتش أبطالها دائما، هذه البطولة أبطالها أو هذه الرياضة أبطالها من مصر، وهي إمكانيات اقتصادية بسيطة، لكن هناك اهتمام، هناك رعاية، هناك بعد إبعاد الجانب السياسي عن الجانب الرياضي، هناك استقلالية في الرياضة. كثير من الدول، انظروا إلى المغرب، السعودية، تونس، الدول المشاركة في كأس العالم، انظر إليها كيف تطورت، كيف تنامت قدراتها على كافة المستويات الرياضية. نحن لا نتحدث فقط عن كرة القدم. عندما ينظر المواطن العراقي إلى هذه البطولات يشعر بألم شديد، بحسرة، أنه دولة جارة تبعد عنك كيلومترات بسيطة استطاعت أن تنظم أحداث رياضية على مستوى عالي جدا، وأنت في بلد لا ينقصه شيء، لديك الإمكانيات الاقتصادية، لديك المساحة الجغرافية، لديك التعداد السكاني واليد العاملة التي تساعد على النهوض، ومع هذا نحن في هذه المواقع المتأخرة دائما على كافة المستويات. ليش؟ شنو السبب؟ السيد أبو عراق من الفلوجة تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد. حكيت عن فشل وعن نجاح. الفشل والنجاح يجي منين؟ الحكومة إذا كانت صادقة وجادة ويا شعبها تكون ناجحة. بس يا أستاذ محمد الله يخليك، هاي الحكومة تتأمل وحدها أن توصل هذا العراق إلى 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 هاي الدول اللي تتكلم عنها. هذول ياخذون درجة أولى بيش بالسرقات بالمافيات بالعصابات مالتهم درجة أولى. أما بالتطور يا أستاذ محمد هذول مافيات الله يخليك، هذول مو أهل الشغلات يا أستاذ محمد. عمي هذول عصابة، هذول وين راح يودون هذا البلد؟ وين بعد؟ يعني ليه بعدهم؟ ما جاي يشوفون هاي الدول الخليجية ايش جاي يسوي؟
يحجون ويهاجمون هاي الأحزاب، هاي الأحزاب اللي تحكم العراق ياما هاجمت وتهجمت على دول العربية وخليجية من ذني الدول المحيطة بنا، اللي شوف وين وصلوا، يتهجمون عليهم ويلعنوهم ويسخرون أدواتهم الإعلامية. طيب تصيروا مثلهم، صير مثلهم، شنو اللي ينقصك أنت حتى تصير مثلهم؟ والله يا أستاذ محمد، يخشون هاي الحكومات تخشع إلى تنحت هاي الدول. نعم. اليوم يا أستاذ محمد، اليوم جايين يحطون بجيبهم ويجدون فلوس خارج العراق، يدرون نفسهم ما راح يكون التاريخ. نعم. أبو عراق، شو ينقصنا بالعراق إحنا حتى يصير عندنا بلد محترم وتصير عندنا رياضة مثل هاي اللي موجودة بالمحيط العربي؟ أستاذ محمد، ينقصنا إنسان ولا عن العراق ولا عن إيران وغيره، بس هاي. نعم. أستاذ محمد، ولا هم بالعراق. نعم. ولا هم العراق ما صار هيك يا أستاذ محمد، الله يخليك. نعم. سيد أبو عراق، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا حقيقة. من الأمور المؤلمة مشاهدينا الكرام أنه لما نشوف أجيال العراق الأشبال والناشئين والفئات العمرية الصغيرة اللي يباوع على التلفزيون ويتفرج على الإنترنت ويشوف اللي بعمره وهم دا يتألقون في مثلا بطولات أوروبية على مستوى عالمي، وهو أيضا يمارس هذه الرياضة، يطمح، يكون عنده طموح، يكون عنده أمل أنه لعل وعسى أصير مثلهم، لكن يصطدم بالواقع المؤلم اللي هو فساد بلد منهار، عملية سياسية خربة يحكمها الفاسدون واللصوص واللي دمروا هذا البلد، يصطدم فيحبط وبالتالي ينعكس هذا الموضوع على أدائه، على حلمه أنه هو يكبر ويصير بيوم من الأيام مثل بقية الأبطال العرب أو العالميين اللي يمارسون نفس الرياضة اللي هو يمارسها. دعونا نعطيكم مثال بسيط على هذا الموضوع. بمدينة الموصل الأبطال رياضة التايكوانجستو يعانون طبعا من الإهمال، من عدم وجود رعاية لهم، وبالتالي تندثر هذه الأحلام والطموحات مع مرور الأيام في ظل وجودهم في بلد لا يقدر المواهب ولا يقدر الكفاءات ولا يقدر الخبرات. خلونا نشوف ونرجع. أبطال في رياضة التايكوانجستو من مدينة الموصل بمحافظة نينوى حققوا الكثير من الانتصارات على المستويين المحلي والدولي، باتت خبراتهم في مهب الريح بسبب عدم وجود أي دعم حكومي لهم، فاضطر بعضهم إلى تغيير رياضاتهم، فيما اختار آخرون رياضات أخرى تدعمها بعض المؤسسات الخاصة. لاعب منتخب الوطني للتايكوانجيتسو وبطل العراق في التايكوانجيتسو. بديت رياضتي في 2017 ما بعد التحرير، جيت مرنت بكامة السلوان خليل عباسي. بالبداية أخذنا بطولات محافظة، أخذت بطولة منطقة الشمالية، ومن بعدها أخذنا بطولة العراق، والحمد لله ست منتخب وطني. لاعب منتخب وطني تايكوانجيتسو وحاصل على بطولات عراق 3 مرات 4 مركز أول، وحاصل على بطولات منطقة الشمالية هم حاصل بهم مركز أول في توك، وحاصل على بطولات محافظة في محافظتنا الموصل مركز أول. الإنجازات الكبيرة التي حققها اللاعبون في رياضة التايكوانجستو لم تشفع لهم ولم تكن سبباً في بعض الدعم الحكومي الذي يساعدهم في المضي قدماً ومتابعة تحقيق الانتصارات. نحتاج ونفتقر للدعم المادي والمعنوي، لأن إحنا كل القاعات قاعات أهلية، يعني مثل ما أشوف يجي اللاعب تعبان من الشغل أو عنده في الظروف خاصة أو مدرسة، شيء أكيد هاي الظروف تمنعه عن التمرين، فإحنا نرجو من الحكومة أو من المسؤولين أن يلتفتون نظرة خير لمدينة الموصل. مدينة الموصل ولادة للأبطال، قاعد مشي أمور على أنه كيس، يعني كقاعات أحكي لك، بس أنه التمرين يختلف. قاعاتنا يراد لها تطوير، ومن قبل المحافظة والحكومة أنه يرعون هذه القاعات والمواهب الموجودة حتى نقدر نستمر بالتمرين وتدريب اللواعيب ونبدي جيل جديد لأبناء الموصل. أبطال العراق في التايكوانجستو ليسوا الوحيدين الذين طالتهم أيدي الإهمال الحكومي منذ عام 2003، فالرياضة والرياضيون في هذا البلد باتوا منذ ذاك العام على هامش الاهتمامات الحكومية.
طبعا بالبداية بس نصحح التايكوان جيتسو كما قالها أبطال هذه الرياضة. يعني شفتوا مشاهدينا الكرام حقيقة مشاهد مؤلمة أنه أنت تشوف هاي الأجيال اللي تطمح أنه تصير شيء، أنه تقدم شيء لهذا البلد، أنه ترفع علم العراق على المنصات الدولية والمحلية في هذه الرياضات، وبالمقابل لا رعاية لا اهتمام لا توفير الإمكانيات المادية والمعنوية لهؤلاء الرياضيين، وبالتالي تندثر هذه الرياضات في العراق وممارسوها يغيرون مساراتهم إلى أمور أخرى، يعني ربما حتى ينسى الرياضة ويروح يشتغل في سبيل يوفر لنفسه ولعائلته لقمة عيش، في حين هناك في دول أخرى من استثمروا هذه الرياضات وأصبحت هي المداخل الاقتصادية لهم ولبلدهم. أنت لما ترفع علم بلدك ولما تأتي بجائزة أولى أو المراتب المتقدمة في البطولات، أنت لك جوائز مادية واسم البلد يعلى وتصنيف البلد يرتفع، وبالتالي هاي كلها مميزات تعطى إلى البلد المحتضن لهؤلاء الرياضيين. لكن للأسف مثل ما شفتوا ويانا السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. ذكرت شنو ينقصنا؟ ينقصنا كريم محمود حسين الملة الله يطول عمره إن شاء الله. هذا الرجل أسس سنة 1975 أسس مراكز الشباب على أعلى مستويات. هذه مراكز الشباب هي كانت القاعدة الرئيسية لكل المنتخبات الوطنية. يعني أتذكر أنا كنت ألعب كرة يد وصلت إلى منتخب. تجهيزاتنا إحنا شباب صغار، تجهيزاتنا من أرقى المناشئ العالمية. وش تبارع المنتخب الوطني تجهيزات جاكو ناكو مدري باكو مدري شنو، بينما هي تجهيزات كانت أرقى تجهيزات بالعالم. لعبت في أحد الأندية العراقية المتقدمة، كانت تجهيزاتنا أديداس الأصلية اللي هي مش ألمانية. رباط الحديث ماتي يعني يربط الموضوع. دول الناس اللي يجوا لا تخطيط ولا علم ولا فهم. يعني هسه السعودية اللي بصفنا عندهم دوري قوي جدا، دوري محترفين حقيقي، 12 فريق ولاعبين محترفين بمستوى عالي. احنا سوينا دوري اللاعب اللي ما يسواله، يعني اعلى لاعب بالعراق ما يسواله عقده اكثر من 50 مليون، يطول 300 و400 و500 مليون. مو انت تفسد لهذا اللاعب وما يقدم لك اي شيء. التخطيط هو الاساس من البدايه. نرجع الى بناء القاعده. القاعده في كل الالعاب، ترى احنا كنا ايام زمان في ساحه الميدان متفوقين. يعني انا اتذكر كريم الملا كان يجينا المركز الشباب يلعب ويانا، يلعب ويانا بحبيس برمضان، يقعد يسولف ويانا شنو مناطق شنو ينقصكم ايش تردون شنو. يعني انا اتذكر واحده من الايام، احد الايام قلت له احنا والله بالصيف بدي اسمع بالمجموعه، فاصلا صح المدير المركز قال الشباب ذول يخلصون امتحانات، تحول المركز الشباب بالامتحانات. تدري سيد ابو احمد، في احدى اللقاءات مع احد لاعبي المنتخب الوطني لكره القدم قبل سنوات، يعني مو قليله لكن بعد الاحتلال، كان يتحدث عن نوعية الدعم اللي يقدم، وكان طبعا يشكو من الدعم اللي يأتي من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية أو الاتحاد العراقي لكرة القدم، ينطوهم 75 دولار باليوم أو مصروف جيب، ما أعرف كلش قد ينطوهم إياه. حقيقة كان وقتها سماع هذا الكلام في الوقت اللي اللاعبين اللي مثلهم في المنتخبات العربية وغيرها احترام وتقدير وجوائز مالية واهتمام ودعم دعم نفسي ومعنوي ومادي طبعا. طيب انتوا شنو اللي ينقصكم؟ يعني احنا ناقصين فلوس مثلا؟ لو لا لا لا، انا جابك استاذ محمد اسمح لي، انا هسه مثل مدرب مثل عدنان حمد على اعلى مستويات، اتخلى يدرب برا وفي امس الحاجه الى منتخب العراقي. مدرب اجنبي خير المدربين عدنان حمد طلع جيل كامل اللي تفضلت حضرتك، هو اللي جاب بطوله اسيا ترى عدنان حمد والجيل مات اللي طلعها. احنا ينقصنا التخطيط والرجال اللي عندهم انتماء حقيقي الى العراق. وما سووا عدنان حمد؟ سووا له منع من تدريب المنتخبات الوطنيه وحاربوه وبدوافع طائفيه طبعا سياسيه. معقوله؟ عدنان حمد كان من جيلنا، عدنان حمد من جيلنا احنا اللي كنا نلعب، وكان لعب بالزوراء، انا كنت العب بنادي الكرخ كرتين. فذول الناس ما جايين يردون يبنون، دول لصوص سيطروا على كنز. دائما لما شفت ابو احمد، لما شفت تنظيم قطر الرائع حقيقة لبطولة كأس العالم واللي لا تزال مستمرة لغاية الآن، احنا مباوع على هذا الوضع ومباوع على هذه البطولة، وبطولة كأس الخليج اللي البطولة المحلية اللي عفوا العربية اللي هي يعني على مستوى مقارنة بين كأس العالم والخليج فهي بطولة متواضعة، صار لهم 14 سنة يسحبون التنظيم من العراق لأن العراق غير مستعد، العراق غير مؤهل لاستضافة هاي البطولة. شنو هالمخازي هاي؟
استاذ محمد ما تقام بطوله الخليج واني موجود وانت موجود، لان البارحه اكو منشور ولو طولت عليكم انا كان يعجبني اطول بالموضوع جميل يعني. انه مطار بغداد يكتبون لا تاتي الى بغداد، يعني وين صاير بيا تاريخ العالم هذا الكلام؟ يعني اذا هم ناس طاردين لكفاءه، طاردين لعلم، طاردين لاي شيء، ايش تتامل من ذول اللصوص يقولون لك حاجه؟ وحتى بطوله الخليج تذكرني استاذ ما تقام بالعراق هسه باخر لحظه تتحول الى الكويت. نعم. أنا أشكرك سيد أبو أحمد من بريطانيا. طبعا بالحديث سريعا عن بطولة الخليج قبل أن نطلع فاصل، بطولة الخليج 19 في عام 2009 حقيقة شهدت أيضا يعني مشهد مؤلم للرياضة العراقية، لما نزلوا اللاعبين وذهبوا إلى الفنادق المخصصة لهم أو الفندق المخصص عن طريق التاكسي، اللي صعد بتاكسي واللي ركب بسيارة لأحد أصدقائه أو أقربائه هم اللي نقلوهم الى فنادقهم. حقيقه امر مؤلم. شنو اللي دفع انه يسير الوضع في الرياضه العراقيه على كافه طبعا المستويات الى هذا المستوى من الانحدار ومن السوء؟ العراق صار له قد ما شايف كاس العالم، كم محاوله حاولوا وكلها تبوء بالفشل، ومو لانه المنتخبات الثانيه اقوى، المنتخبات الاسيويه مستوياتها متقاربه، لكن شوف التجهيزات، شوف المباريات التحضيرية، شوف الإنفاق اللي دي يصير على المنتخبات الأخرى. السعودية صعدت إلى كأس العالم، والإمارات كانت قريبة من أن تصعد كأس العالم. أنتوا شنو اللي ينقصكم؟ شنو ليش ماكو مدرب مرتب؟ ليش ماكو إنفاق على الرياضيين في العراق؟ طبعا نتكلم عن كرة القدم وبقية الرياضات. ليش ماكو تحضيرات واستعدادات؟ ليش ماكو إبعاد الرياضة لتكون مستقلة بعيدا عن المحاصصة والفساد والتحزب اللي دخل وشمل حتى الرياضة في العراق؟ خلونا نروح لفاصل مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود، ابقوا معنا. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعبين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آدارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين. بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن الرياضة العراقية التي أصبحت في وضع سيء للغاية بعد عام 2003، وتسير من سيء إلى أسوأ بفضل الفساد، التحزب، اليد التي دخلت من الأحزاب وطالت الرياضة في العراق بكل مفاصيلها ومؤسساتها، وأثرت طبعا وانعكست سلبا على واقع الرياضة في العراق. كما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، نزلنا إلى الشارع واستطلعنا بعض الآراء بشأن الرياضة في العراق من قبل مواطنين عراقيين عبروا عن رأيهم بهذا الموضوع. نسمع الجزء الثاني من هذا الاستطلاع ثم نعود لنكمل الحديث. والله حاليا الرياضة بعد 2003 يعني أنا بالنسبة لي الرأي فشل ذريع صار بيها. ليش؟ لأن تدخلت بيها عصابات، أحزاب، حتى مع الأسف عندنا لاعبين يعني مثل لاعبين ما أريد نذكر أسامي تدخلت بيهم عصابات وأحزاب وسيروهم، قام يمشي منا ومنا، العب بهذا النادي، جيب هذا اللاعب، جيب فلان، ودي هذا المدرب،
فهذا أكبر غلط. نسوا دور الفئات العمرية، نسوا تطوير الأكاديميات، هاي كلها أكبر غلط. لا أكاديميات لا فئات عمرية، ملتهين بس بالدور الممتاز. أفشل دور بالعالم حاليا هو الدور الممتاز. ليش؟ كل الدور هسه كأس العالم 32 فريق شهر كامل، وتنظيم مال 100 سنة، هذا قطر تنظيم مال 100 سنة، شهر كامل راح يقضون كأس العالم. احنا دوره ممتاز سنة كاملة يلا يخلص ياخذ يلا ياخذ لقب البطولة، ويطول لقب اللقب درع مدري شنو الصينية مدري كذا. هذا كله ما هي تعبان. اهتمام بالدور الفئات العمرية واهتمام بالأكاديميات، يطور لك لاعبين ويسوي لك منتخب يخبط. احنا بطولة صغيرة من أربع فرق ما عرفنا ننظمها، مع احترامات يعني ما تريدنا ننظم كأس العالم. عم ذولي وين وصلوا؟ ناس وصلت، احنا وين تريدنا ننظم كأس العالم؟ ما احنا ينقصنا هواي شغلات، بنى تحتية ينقصنا، كهرباء ينقصنا، وقود نفط كل شيء ينقصنا. يعني انت هسه عندك وقود بس انت من تجي بطولة كأس العالم ما يزودوك بالوقود. ليش؟ والله اللي تبيع على الاتحاد، لو ابيع على فلان هيك، ماكو تعاون بيناتنا. فانسى كأس العالم يتنظم عندنا، لو اي بطولة، هاي بطولة الخليج احنا خايفين منها، بطولة الخليج راح نتفشل لو تطفى الكهرباء بالملعب، لو هاي. فهاي كلها بسبب من؟ بسبب الرئاسة على الاتحاد والرئاسة على وزارة الشباب، كلهم أشخاص مو تاريخ رياضي. كل عدنان درجال استلمها على آمنتوا بالله، ايش طور عدنان درجال؟ كل شيء ما سوى، كل شيء ما سوى عدنان درجال. لا طور أكاديميات، لا طور دور الفئات، لا اهتم بالملاعب. والله حال يرثالة جدا، يرثالة زين. يعني ما اجى واحد ياخذ يعني الحالة الرياضية فاعلية زين، ماكو احد يتفاعل ويا الرياضة مثل ما كانت قبل السقوط. وكل ظرف البلد وصله هيك، يعني مو بس حلقة الرياضة، كل البلد صار يرثالة، فالرياضة انشملت ويا هذا البلد ويا هذا الكارثة. طبعا هم اوتوماتيكيا، طبعا العالم اللي يريد يوصل بالاحزاب ينتجي على الرياضة، وكان لان عنده جمهور رياضي يختاره زين. بس التحزب حالة سياسية ارتالها، ينقصنا قيادة زين، قيادة اللي تقود المجتمع. لو اكو قيادة حقيقية وصحيحة زين، هذا الشعب كله يتكاتف معها ويسوي احسن من قطر. منتخباتنا كانت منتخبات والوعيب جيدين، منتخبات يستحقون يصعدون المكانات عالية ويقدمون مستوى عالي. ليش؟ لان الرياضة قبل يعني احسن من هسه بالوقت الحاضر، على الرغم انه بالوقت الحاضر اكو دعم وهذا، قبل ماكو دعم، بس الرياضة كانت الوعيب اللي عندنا الموجودين، الوعيب يعني شلون يعني زاخر يعني يروح لاعب يجي افضل من عنده، يروح لاعب يجي افضل من عنده. هسه بالوقت الحاضر وصار تقريبا سنين، وابسط دليل انه احنا صار لنا قد ما صاعدين تصفيات كأس العالم. يعني احنا هاي الفرق الدول الخليجية مستواهم متطور للأحسن، دائما يصيرون الأحسن واحنا نرجع للأسوأ. ليش؟ لأن اللاعب مالتنا ما عنده لياقة، يعني مستواهم يعني صفر، مستوى اللاعب مالتنا صفر زين. وهاي ما يصير انهم شارة، والله أنا انت موجود وأنا أقول لك، يعني العراق إذا ظلوا على هالحطة هذه يعني اللاعب الفريق ما عندهم يعني حماس، ما عندهم يعني شو أقول لك، ما عندهم يعني مو مثل قبل، يعني مدربين ما يجيبون، لا مشلبي لي بهذا راضش نيشن، مشلبي لي بهذا، لا تجيبونا مدربين، تجيبونا مدربين أجانب، خلي يطورون المستوى كرة القدم بالعراق، يطوروها شوية. أنتوا مشلبي لي بهذا المدربين هاي التعبانين دول، يعني جيبونا مدربين يعني أجانب أكفاء لياقة، يعني مدربين لياقة، لياقة ما عندهم، يعني فريق تعبان. يعني أعطيك مجال أنا، والله أنا أقول لك أعطيك مجال منا بعد تصفيات كأس العالم كلش قيد، كل أربع سنوات منا ال 12 سنة أو 16 سنة إذا وصل الفريق العراقي الكأس العالم، أنا بعد شو تريد أنطيك إذا ظل على هذا المستوى الفريق العراقي؟
يعني الرياضه مالتهم صفر، لو يبطلون احسن لهم، يبطلون طوبه ويحسن. الاحزاب متغلغله حتى بالرياضه، ابن هذا صعد للمنتخب، واحنا ليش نقول احنا مستوياتنا ما يعني ما توصل للدول الخليجيه مثل ما ليش؟ اكو تدخل سياسي بالطوبه، حتى يجي ابن هذا صعده، ابن ذاك صعده، ما يخلون المدرب يشتغل براحته. صعد ابن فلان، صعد هذا، صعد ذاك، ذاك الطورق صعدوا، يعني شغلتنا كلها تعبانه صفر بصفر. والله تعبان. تعبان من 2003 اللي هسه تعبان. مو مثل قبل. شنو السبب؟ السبب ماكو تنظيم. تنظيم ماكو، الوعي ماكو، صرف ماكو. طبعا الاحزاب كل ما عنده واسطه قام يصعد. يصعد منتخبه ولا يا مطب ولا هاي. اول شيء مدرب صحيح، خطه صحيحه، اداره صحيحه. الواعيب مضبوطين، مو الواعيب كلك يا اللي جو دخل الطوبه هذا. هذه كانت اراء بعض العراقيين مشاهدينا الكرام بهذا الموضوع. وطبعا بس يعني ملاحظه على الاخ اللي قبل الاخير كان يتحدث، يعني هو حقه انه يشوف اداء ركيك بالمنتخب، لكن ايضا ما نقدر نلوم كل اللوم على الرياضيين. هناك جزء يقع وجزء كبير يقع على المسؤول عن الرياضه في العراق والمسؤول عن رعايه الرياضيين. محمد من امريكا في نصف دقيقه، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد، احيي قناه. وعليكم السلام ورحمه الله. هم جايين بتدمير العراق، لا صحه، لا زراعه. نعم. رحم الوادف، لا اما هم شرفك اكو واحد معمم دخل نفسه بالطوبه. وين هاي؟ وين صايره؟ عم نروح شوف قطر، الله يستر على قطر ودول العربيه، عم شوف ما عندهم اهل العمايم، لو عندهم اهل العمايم كان صاروا انقص من العراق. مصيبتنا اهل العمايم، تحياتي طيب. للقناه. شكرا جزيلا سيد محمد من امريكا. أنا أشكر حضرتك. قبل الختام طبعا نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم، ونتمنى النجاح أكثر والموفقية لدولة قطر بهذا التنظيم الرائع حقيقة في البطولة، ونتمنى أن يصل العراق في يوم من الأيام إلى هذه المستويات بعد أن ينتهي من يحكمونه. أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى اللقاء.